بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا الفيديو بدي أتطرق لنقطة سابقة ذكرتها في الفيديو السابق، تحديدا في الدقيقة 25:33 ثانية، لما كنت دامج هذا التور دي تي او كلاسز اللي هو التريل انسيرت والتريل ابديت، كنت دامجهم في كلاس واحد اللي هو التريل انسيرت ابديت، لكن كنت قبليها بدي اسميه اللي هو التريل ابسيرت. والاصح في حال اني بدي استخدم مثلا موديل او كلاس للانسيرت والابديت معا، اني اسميه باستخدام مصطلح الابسيرت، يعني التريل ابسيرت دي تي او، لانه الابسيرت بالداتابيز بتعني في حال انه الريكورد كان غير موجود راح يتم عمل انسيرت له، وفي حال كان الريكورد موجود راح يتم عمل ابديت له. لذلك راح استخدم اللي هو المصطلح ابسيرت. الان نرجع لموضوع هذا الفيديو. الان راح اشغل الاي بي اي عندي هنا. زي ما بنلاحظ في لحد المرحله هذه اللي وصلنا لها، انه الناشونال باركس الكنترولر ميثود بتظهر عندي مع اللي هو التريلز كنترولرز ميثود ايضا في وان دوكيومنت، في سنجل دوكيومنت. هل في طريقه ممكن اني افصل بين الناشونال باركس ميثود والتريلز ميثود، كل واحده تكون في سنجل دوكيومنت؟ هذا الاشي راح نطبقه في هذا الفيديو عشان نوصل للمرحله الرئيسيه والخاصه بهذا الفيديو اللي هي الفيرجنينج. كيف بدنا نعمل فيرجنينج للاي بي اي؟ لكن خلينا نبدا بالجزئيه الاولى اللي هي فصل كل ميثودز او فصل كل كنترولرز ميثود في سنجل دوكيومنت. خلينا اوقف الان الاي بي اي، راح اروح على الستارت اب على جزئيه الكونفيجر سيرفيسز. انا هنا في هذا الجزء اللي هو سيرفيسز دوت اد سويجر جن، في عندي اللي هو الاوبشنز دوت سويجر دوك. هذا الجزء كامل الاوبشنز دوت سويجر دوك راح اعمل له منه كوبي، تمام، وبيست هنا داخل اللي هو ايش الاد سويجر جن. هذا الجزء الدوكيومنت الاول راح اسميه باركي اوبن اي بي اي سبيك ناشونال بارك، تمام، وخليني التايتل اسميه باركي اي بي اي ناشونال بارك، والديسكريبشن ممكن نضيف لها كمان كلمه اللي هو ناشونال باركي اي بي اي مثلا ناشونال بارك دوكيومنتيشن. طبعا اللي بهمنا اللي هو النيم لسويجر دوكيومنت. السويجر دوكيومنت الثاني اللي ضفته راح اسميه اللي هو باركي اوبن اي بي اي سبيك التريلز، واخذ هذه التريلز للتايتل ولا الديسكريبشن، تمام، الان هذه الجزئيه جاهزه معنا اللي هو الخاصه بالسواجر دوكيومنت. الان خليني انزل على الميدل وير، جزئيه الميدل وير على جزئيه اليوز سويجر يو اي. عندي هنا الاوبشنز دوت سويجر اند بوينت. الاند بوينت الاولى كانت اللي هي الباركي اوبن اي بي اي سبيك، تمام. الان هذه الجزئيه الاولى حتكون اللي هي السبيك او اسم الدوكيومنت اللي هو باركي اوبن اي بي اي سبيك ناشونال بارك، وراح اعمل منها كوبي كنترول دي، وهنا الجزء اللي حيكون خاص بالتريلز. الان الجزء الخاص بالكونفيجريشن عشان افصل كل ميثودز تابعه لكنترولر في سنجل دوكيومنت، الجزء الخاص بالكونفيجريشن في الستارت اب جاهز. الان خليني انتقل على الكنترولرز. اول شيء على الناشونال بارك كنترولر، وهنا بعد الراوت ايش اضيف؟ راح اضيف اتريبيوت اسمها اي بي اي اكسبلورر سيتنجز، اي بي اي اكسبلورر سيتنجز، بفتح الاقواس وبكتب هنا بروبرتي جروب نيم. ايش هي الجروب نيم؟
الأولى اللي هي البارك أوبن أي بي أي سبيسيفيكيشن ناشونال بارك، وراح آخذ هذه الأتريبيوت وأنسخها على التريلز كنترولر، والجروب نيم حيكون بارك أوبن أي بي أي سبيك التريلز. الآن خلينا نعمل رن لهذه الأي بي أي، كل الأمور الآن جاهزة. لاحظ عندي فقط ظهر عندي في هذا الدوكيومنت اللي هو الناشونال باركس ميثودز، طبعا الويذر فوركاست ما فصلناها. ومن هنا من خلال السيلكت ديفينيشن في الدروب داون هذه ظهر عندي ايضا ايتم اخر، لذلك خلينا هنا في نوقف الاي بي اي، وفي الستارت اب في جزئيه سواجر اند بوينت هذا اللي هو النيم باركي اي بي اي ناشونال بارك عشان نميزهم بالدروب داون ليست، وهذا اللي هو التريلز. نرجع نعمل رن للاي بي اي. في الدروب داون ليست ظهرت باركي اي بي اي ناشونال بارك، اعملها سيلكتد تمام، وبختار الان باركي اي بي اي التريلز، واعطاني هنا الميثودز الخاصه بالتريلز كنترولر. وهيك بنكون طبقنا عمليه او امكانيه الفصل بين كل ميثودز تابعه لكنترولر، نفصلها في سنجل دوكيومنت تمام. الان بدي اتطرق لموضوع الفيرجنينج، وبناء عليه بدي اتراجع عن كل الامور اللي اشتغلتها هنا، بس احنا طبقناها كمثال. فخليني ابدا هنا، هذه اعملها كومنتس اللي هي سويجر دوكيومنت الثاني، وهذه ارجعها بدون ناشونال بارك، حتكون للجميع يعني. الان هعرض في الاي بي اي دوكيومنت اليو اي، هعرض الميثودز التابعه لكل كنترولرز تمام. انزل على الميدل وير، هذه اعملها كومنت، وهذه بيكون اليو ار ال اللي هو للاي بي اي سبيك سبيسيفيكيشن اللي هو نفس النيم للسويجر دوكيومنت تمام. اروح على الكنترولرز اعمل كومنت لهذه الاتريبيوت، وبالتريلز كمان اعمل كومنت لهذه الاتريبيوت. بارك اي بي اي اعمل رن، نتاكد انه كل الامور رجعت طبيعيه. رجعت الامور طبيعيه، لكن ننتبه هنا انه النيم ما غيرناه في جزئيه في الستارت اب باليوز سويجر يو اي، هذه بدون ناشونال بارك فقط تمام. الان عشان نبدا شغل على الفيرجنينج لازم ننزل تو نجت باكجز. راح اروح على التولز، على النجت باكج مانجر، مانج نجت باكجز فور سوليوشن على براوز، راح ابحث عن نجت اسمها mvc.virgining. هذه هي النجت microsoft.asp.net core.mvc.virgining، وراح اعمل لها انستول اي اكسبت. ايضا بعمل انستول للباكج اللي هي microsoft.asp.net core.mvc.virgining.api explorer، ايضا بعمل لها انستول اي اكسبت تمام. خليني اعمل كلوز اول. الان راح اروح هنا على الكنترولرز، على الناشونال باركس كنترولر، راح اعمل منه كوبي بيست في الكنترولرز. هذا الكنترولر اللي عملت منه كوبي راح اسميه ناشونال باركس في 2 كنترولر، فيرجن 2 كنترولر تمام. كلوز. طيب الان راح اروح على الستارت اب، بعد الاد اوتو مابر راح هنا اعمل ريجستريشن سيرفيسز للاد اي بي اي فيرجنينج. الان راح اعرض فيها اوبشنز لمدا اكسبريشن
نفتح ونسكر كيرلي براكتس، خليني انا هنا بفاصله منقوطه. الان هذه السيرفيس اللي بتعملها ريجستريشن اللي هي اد اي بي اي فيرجنينج للنجت اللي نزلتها، شو بدي احدد فيها اوبشنز؟ اوبشنز دوت اسيوم ديفولت فيرجن وين ان سبيسيفايد. هنا يعني في حال اني ما حددت فيرجن محدده فياخذ الفيرجن اللي لا الديفولت فيرجن، هحكي له هنا قيمتها بتاخذ ترو فولس فاعطيها هنا ترو. الان في عندي اوبشنز دوت ديفولت اي بي اي فيرجن، فهنا حقول له الديفولت اي بي اي فيرجن حيكون عندي اوبجكت من نيو اي بي اي فيرجن، وحقول له الديفولت فيرجن حيكون عندي اللي هو الميجر فيرجن 1 والماينر فيرجن 0، فهذا هو حيكون عندي الديفولت فيرجن. ففي حال اني ما عملت سبيسيفايد حددت راح ياخذ عندي الديفولت فيرجن اللي هو 1. واخر اوبشنز او اتريبيوت بدي احدد قيمتها اللي هي ريبورت اي بي اي فيرجنز، راح اعطيها اللي هو بتاخذ الترو. يعني لما يعمل عندي هنا الريسبونس بادي يرجع لي نتيجه يحدد عندي انا ايش الفيرجن اللي هو مستخدمه. تمام، خلينا انا لو اشغل البارك اي بي اي في عندي ايرور، نعم في عندي ايرور لاني لما نسخت الان الكلاس اللي هو الناشونال باركس فيرجن 2 كنترولر، هذا لازم اعدل اسم الكلاس ناشونال باركس في 2 كنترولر والكونستراكتر اللي هو ناشونال باركس في 2 كنترولر. نرجع نعمل الان ران، في عندي ايرور. تمام، must have the same template. اوكي، هنا الان لما تراجعنا عن تراجعنا عن موضوع الفصل بين الميثودز حسب الكنترولر، لازم نرجع هنا. ما عندي اي مشكله هنا في هذه الجزئيه للتريلز، الراوت هذه ايضا ما فيها اي مشكله، والناشونال بارك ما فيها عندي اي مشكله. خليني اوقف الان اي بي اي. انا هنا في الناشونال باركس في 2 كنترولر، طبعا ما بدي هنا الا اعمل امبلمنت لميثود واحده، او ما بدي اعرف الا ميثود واحده اللي هي الجيت ناشونال باركس. خليني باقي الميثود هذه احذفها، فقط راح اخلي اللي هو الجيت ناشونال باركس ميثود في الناشونال باركس فيرجن 2 كنترولر. باركي اي بي اي اعمل رن. تمام، لانه صار في كونفليكت عندي بين الميثود. لاحظ عندي هنا هذا الناشونال باركس كنترولر وهذا الناشونال باركس كنترولر فيرجن 2، هذا للتريلز وهذه الميثود اللي انا عرفتها فيه. تمام، اذا بس عشان ننتبه لنقطه مهمه، انا نسخت هذا الناشونال باركس كنترولر، وهنا هذا راح احذف هذا وارجع احكي راح انسخ هذا الناشونال بارك كنترولر واعمل له بيست في الكنترولرز، وراح اسميه ناشونال باركس في 2 كنترولر، وادخل على الكلاس اعدل او اعدل الكنترولر واعدل اسم الكلاس اللي هو ناشونال باركس في 2 كنترولر والكونستراكتر ناشونال باركس في 2 كنترولر. مش محتاج الا اللي هي الجيت ميثود او الجيت ناشونال باركس الاولى، وباقي الميثود راح احذفها من هذا الكنترولر اللي هو الفيرجن 2 للناشونال بارك. تمام، الان لما اشتغلنا على موضوع الفصل بين اللي هو الميثودز، انشانا سواجر دوكيومنت ثاني. في حال الفيرجن ممكن يصير عندي فيرجن 1 2 3 4 100 فيرجن. هل في كل مره
راح اشتغل بشكل ستاتيك، افوت اعدل على السواجر دوكيومنت او اضيف سواجر دوكيومنت لكل فيرجن. لا، المفروض نشتغل على الموضوع بشكل دايناميك. وبالتالي الجزء الخاص بالاوبشن للسواجر جن راح اشتغله، هذه الاوبشنز راح اشتغلها في كلاس منفصل، بحيث انه يكون الموضوع دايناميك، يجيب عندي اللي هو الكنترولرز اللي فيها فيرجنينج ويعرض لي حسب الفيرجن. فبالتالي عشان اعوض عن هذه الاوبشنز بشكل دايناميك راح انشئ كلاس على مستوى البروجكت، اد كلاس، راح اسمي هذا الكلاس كونفيجر سواجر اوبشنز، اوبشنز تمام. هذا الكلاس راح يعمل عندي انهيرتنس من انترفيس، او راح يعمل عندي امبلمنت لانترفيس اللي هي اي كونفيجر اوبشنز، اي كونفيجر اوبشنز لمين؟ للسويجر جن اوبشنز، للكلاس اللي هو سويجر جن اوبشنز. تمام. الان هذا الانترفيس فيها ميثود لازم نعمل لها امبلمنت، امبلمنت انترفيس، نزل لي هنا الميثود اللي هي اسمها كونفيجر، وبتستقبل اوبجكت من نوع سويجر جن اوبشنز. هذا الاوبجكت هو ايش؟ سمينا options. تمام. الآن في الكونستركتر الخاص بهذا الكلاس CTOR constructor، بعرف الكونستركتر، لا بدي أعمل inject لإيش؟ لا object من نوع IABI virgin description provider، اللي هو هذا راح يعطيني، راح يكون إلي provider للdescription اللي هو لأسماء الكنترولر، ويجيب منهم كل واحد إيش الفيرجن تبعه. تمام. او من خلال اللي هو اللي حيكون في شيء عندي راوت خاص بموضوع الفيرجن في الكنترولر. فانا راح اعمل انجكت لهذا الاوبجكت في الديبندنسي انجكشن من خلال الكونستراكتر، فاحكي هنا اي اي بي اي، حكينا اسمه فيرجن ديسكريبشن بروفايدر، اسم هذا الاوبجكت راح اسميه بروفايدر، راح انشئ اوبجكت من نفس اللي هو الـ IABI Version Description Provider على مستوى الـ Class. فإذا بحدد هذا الـ Object وبعمل منه اللي هو Create and Initialize Field Provider، فأنشأ لي هنا الـ Object على مستوى الـ Class، وعمل له Initialize داخل الـ Constructor من القيمة اللي رجعت عندي من الـ Object اللي عمل له Inject في الـ Dependency Injection. تمام. الآن هذا الاوبجكت ايضا راح امرره في جزئيه الميدل وير، راح استقبله في الميدل وير، اذا لازم اعرفه بالباراميتر الخاصه بالميدل وير، لانه راح استقبله، انا عملت له هنا انجكت. فبالتالي في الميدل وير هنا ايضا راح تستقبل هذا، راح تستقبل اللي هو اوبجكت من نوع اي اي بي اي فيرجن ديسكريبشن بروفايدر، واسم هذا الاوبجكت راح يكون بروفايدر. الان خلينا هنا بعد اللي هو سكوبد. اوكي. الان بدي اعمل ريجستريشن لسيرفيس. اوكي. طبعا اهم شيء يكون بعد الاوتو مابر. يقول هنا services dot add version API Explorer. أنا هنا نزلت اللي هو الباكج اللي هو ال versioning API Explorer، راح أعمل registration إلها service dot add version API Explorer. الآن حنحكي هنا options lambda expression options dot جروب نيم فورمات. الان كيف راح يكون صيغه اللي هو الفيرجنج للجروب نيم، الفورمات للجروب نيم عشان يكون فيرجن، حنحكي ايكوال
بين دبل كوتيشن حيكون في عندي بين سنجل كوت V اللي هو راح يرمز لحرف ال V virgin، بعدها VVV capital راح ترمز لل virgin number، فهيك حتكون عندي الفورمات حرف ال V بعدين الرقم ال virgin. هنا هذا كيف راح يستعرض لي ال virgin اللي هو V ورقم ال virgin. تمام. ايضا بدي اعمل registration للسيرفيس اللي هي عرفناها هنا اللي هو I configure options، فحقول هنا service.add transient عن طريق الترانزنت راح اعمل registration لهذه السيرفيسز اللي اسمها I configure options لمين؟ لا لسويجر جن اوبشنز. مين الكلاس اللي عملها امبلمنت لهذه الانترفيس او لهذه السيرفيسز؟ اللي هو الكونفيجر سويجر اوبشنز، الكلاس اللي انشاته اللي هو الكونفيجر سويجر، الكونفيجر سويجر اوبشنز ثواني. الآن بدها الـ implement class اللي هو configure لـ swagger options. أوكي الآن بنسكر الأقواس. تمام. إذا عملنا registration أيضا لهذه السيرفيس عن طريق الـ add transient. وآخر شيء الآن بدل هذه الاد سويجر جنريتر، الان حكينا حيكون الموضوع او الاد سويجر جن حيكون الموضوع دايناميك، لذلك هذه كان اللي بعملها كومنت وبضيف فقط سيرفيسز دوت اد سويجر جن. تمام. الان خليني ارجع للكلاس تبعي اللي هو الكونفيجر سويجر اوبشنز، وداخل اللي هو الميثود اللي عملها implement. الآن بدي أعمل الموضوع dynamic، فعشان يكون الموضوع dynamic إيش في عندي descriptions حترجع عندي من أسماء الكنترولر V2 V1 V3 أو اسم الكنترولر V1 V2 راح يجيب لي اللي هو ال versioning وراح ينشئ بناء عليه اللي هو swagger document. لذلك حقول هنا for each var item، بدل item حستبدلها بيكون اسمها ديسك، ان ايش؟ ان البروفايدر، الاوبجكت بروفايدر اللي هو اوبجكت من الفيرجن الاي بي اي فيرجن ديسكريبشن بروفايدر، هذا اللي حيعطيني اللي هو الديسكريبشن، فحقول هنا البروفايدر الاوبجكت بروفايدر دوت يجيب لي اللي هو قيمه البروبرتي اللي اسمها اي بي اي فيرجن ديسكريبشنز، هذا حيجيب لي جميع الديسكريبشنز، هذه البروبرتي بترجع لي جميع اللي هو لاحظ ترجع I read only list، هي عبارة عن list بقرأ منها، راح يترجع لي اللي هو ايش الديسكريبشنز. لاحظ gets a read only list of discovered API version descriptions، اي اشي بيكون versions لل API بتجيبه عندي هنا، وحين اعمل له fetch من خلال ال for each ايش احكي الان من خلال الobject الoptions options dot اللي هو swagger document. الآن بده أمرر له النيم، النيم هو من خلال description dot قيمة اللي هو property لجروب name، فاصل الآن بده اللي هو البارامتر الثاني بده أمرر له object من نوع open API information، وهذا طبعا الobject بيكون فيه property اللي هو title مثلا أو بيكون فيه كمان مثلا الفيرجن. لذلك الان بنحكي البارامتر الثاني هو عباره عن اوبجكت نيو اوبن اي بي اي بي اي انفورميشن مايكروسوفت دوت اوبن اي بي اي دوت مودلز دوت اوبن اي بي اي انفورميشن، نفتح قوس ونسكره، الان نفتح كيرلي براكتس ونسكرها، داخل الكيرلي براكتس الان خليني هذه اغلقها فاصله، بنمرر اللي هو ايش البروبرتي او بنعمل ست للبروبرتي الخاصة بهذا الأوبجكت، الأولى التايتل بتهمني،
اللي هي بجيب قيمة التايتل من خلال بعمل هنا ست عفوا مش الآن بحط في هذه البروبرتي قيمة من خلال بحط في قيمة الديسكريبشن دوت بروبرتي اللي هي الجيت نيم. هذا بالنسبة للتايتل بروبرتي للأوبن اي بي اي انفو اوبجكت. البروبرتي الثانية اللي بعملها ست اللي هي الفيرجن، ايش تساوي قيمتها؟ الفيرجن تساوي قيمتها description dot API version dot، بتاخذ هذه الفيرجن قيمة من نوع string، فأنا بعطيها الـ API version رقم الفيرجن بحوله لـ string. تمام، هذا الجزء الآن عندنا جاهز، لكن بنقص إشي واحد اللي هو الجزء الخاص بالـ XML comments. هذا الجزء خليني أخذ منه كوبي، وبعد الفور إيتش، بعد الفور إيتش بحط هنا هذا الجزء، خليني أشيل عنه الكومنت. بدنا نعمل يوزنج هنا، خلينا نعمل يوزنج للسيستم دوت ريفلكشن عشان الأسيمبلي، والباث كمان حتعمل يوزنج للسيستم دوت اي او. هيك الأمور تمام. هذه الأوبشنز دوت انكلود اكس ام ال كومنت عشان تظهر لي اللي هي الكومنت. تمام، هذا الجزء اللي كان خاص ب السواجر جن، وضفنا له السواجر دوكيومنت. تمام، الان بدنا ننتقل للجزء اللي هو في الميدل وير اللي هو اب دوت يوز سواجر يو اي. فهنا كنا نمرر بشكل ستاتيك اللي هو ايش؟ النيم للسويجر دوكيومنت. الان بدنا نمرر او ننشئ سويجر اند بوينت بشكل دايناميك. خليني اخذ من هذه كوبي، خليني اعملها كومنت. اوكي، خلي الاوبشن دوت راوت بريفكس خليها مثل ما هي موجوده عندنا، ما في اي مشكله منها. الان راح اعمل عشان يكون الموضوع دايناميك من خلال الـ API version description provider object اللي هو راح يجيب لي الديسكريبشنز. فعشان اجيب الديسكريبشنز عشان اعمل فيتش للديسكريبشنز الموجوده في هذا الاوبجكت واللي هي موجوده في البروبرتي الـ API descriptions version descriptions، راح اعمل ايضا داخل الـ use swigger UI راح اعمل for each، for each var خليني كمان اسميه description in لبروفايدر object dot لبروبرتي اللي هي API version descriptions. تمام، الان هذا اللي عملت اعمله كوبي مره ثانيه، هذا اللي عملت له كوبي. الان options dot swigger endpoint swigger، بدل هذا الجزء خلينا قبله هنا نحط اشاره او رمز الدولار ساين عشان نعمل فورمات للسترينج. بدل الباركي اوبن اي بي اي سبيك نفتح ونسكر كيري براكتس وداخله ايش نحط؟ ديسكريبشن دوت جروب نيم. تمام، الان هنا التايتل اللي حيطلع او النيم اللي حيطلع عندي اللي هو في الدروب داون ليست ايش راح اعوض عنه هنا؟ بديسكريبشن دوت description dot group name، او لا خلينا نقول هنا description dot group نعم خليها group name. اسم الجروب نيم راح يطلع لنا اللي هو v1 v2 dot to upper invariant. تمام، اذا مكان هنا النيم في السويجر اند بوينت راح امرر اللي هو الجروب نيم dot to upper invariant. الجزء الأخير الباقي في هذه الجزئية عشان تتفعل بشكل صحيح اللي هو نروح على الكنترولرز. الآن لكل كنترولرز هنا بدل الراوت اتريبيوت هذه راح أضيف راوت اتريبيوت، نفتح قوس ونسكره. داخل الراوت اتريبيوت بين دبل كوتيشن اي بي اي سلاش ايش بدي أحط الآن؟ حرف الفي
وافتح واسكر كيرلي براكتس، حقول هنا فيرجن نقطتين فوق بعض اي بي اي فيرجن، وبعد الكيرلي براكتس بحط اللي هو اسم الكنترولر اللي هو ناشونال بارك. تمام. طب ايش هذا الجزء اللي هو فيرجن اي بي اي فيرجن؟ في حال اني انا ما حطيت بروبرتي في هذا الجزء، نحكي في الناشونال بارك كنترولر الرئيسي، اذا ما حطيت بروبرتي اسمها اي بي اي فيرجن، حددت لها انه داخله رقم الفيرجن، في هذه الحاله في حال ما حطيت هذه البروبرتي راح ياخذ يعتبر هذا الكنترولر هو تابع للفيرجن 1. تمام. وممكن هنا احطها وخلاص. هذه اذا الاي بي اي فيرجن راح تعوض قيمتها اللي هي 1 داخل هنا داخل الكيرلي براكتس في هذا الجزء الاي بي اي فيرجن. تمام. خليني اخذ هذا كوبي ناشونال باركس في 2 كنترولر بدل هذا الراوت، اعملها كومنت، والان احط اللي هو الراوت، وهذا الاي بي اي فيرجن راح يكون 2. طبعا ممكن هنا احنا نحكي بدل ما نكتب احنا ناشونال بارك ممكن بين سكوير براكت اكتب اللي هو كنترولر. تمام. وبالتالي هو حيعوض عنها مباشره باسم الكنترولر. حددت انا هنا الاي بي اي فيرجن اللي هي 2. خليني اخذ هذا كوبي للتريلز كنترولر، وبدل هذا الراوت اضيف الراوت، وهنا حددت انا له بالسكوير براكت كنترولر حيجيب اسمه اللي هو للتريلز، وطبعا الاي بي اي فيرجن هي هتكون هنا 1، او ممكن ما اضيفها حوض عنها مباشره بواحد. خليني اشغل الان الاي بي اي ونشوف. تمام. لاحظ عندي هنا ضاف لي فيرجن 1، وبالدروب داون ليست عندي فيرجن 1 وفيرجن 2. عندي هذا الناشونال باركس والتريلز. لو اختار فيرجن 2 راح يظهر لي فقط الفيرجن 2 والميثود الموجوده فيها، وما عندي انا فيرجن 2 الا ناشونال باركس في 2 والميثود اللي هي get national parks version 2. لو اشغلها انا الان try it out، الفيرجن بحددها 2 وبضغط على execute، رجع لي هنا نتيجة ما في اي مشكلة. ولو انتقلت الان لفيرجن 1 وشغلت هذه الميثود اللي هي national get national parks بالفيرجن 1 try it out version 1 execute ورجعت لي نتيجة. لكن الآن وين ممكن تصير عندنا مشكلة هنا؟ راح تصير عندنا مشكلة هنا لما نيجي نعمل اللي هو البوست في الناشونال باركس. Try it out الفيرجن، احنا بنعمل بوست على فيرجن 1. تمام. خلينا اعوض هنا اي قيم. تمام. واضغط على اكسكيوت، انا دخلت اي داتا. تمام. لاحظ عندي هنا رجع ايرور نو راوت ماتشز ذا سبلايد فاليو، لكن هو فعليا لو بنروح على هذا الجدول في قاعده البيانات اللي هو ناشونال بارك فعليا ضاف هذه القيمه، ضافها. تمام. لكن وين صار الايرور؟ نو راوت ماتشز ذا سبلايد فاليو، صار الايرور هنا في الكنترولر الناشونال باركس في البوست ميثود اللي هي الكرييت، هذه هنا عمل كرييت هو هنا، لكن لما عمل ريتيرن كرييتد ات راوت وبده هنا يروح على الجيت ناشونال بارك ويمرر الناشونال بارك اي دي، في هذه الحاله هنا صار الايرور، صار هنا الايرور اللي هو نو راوت ماتش ذا سبلايد فاليو، لانه هنا الان صار عنده مشكله وين بده يروح، على اي جيت ناشونال بارك، على اي فيرجن، فيرجن 1 ولا فيرجن 2. لذلك احنا الان لما نعمل ريتيرن كرييت ات راوت
ونمرر الناشونال بارك اي دي، ونمرر هنا الراوت فاليو. لازم نمرر مع الراوت فاليو هو حيروح على اي فيرجن او على اي فيرجن انا بدي انقله. لذلك خلينا نوقف الاي بي اي تمام عند هذا الجزء بعد اللي هو الراوت فاليو الاول. هذا الجزء خاص بالراوت فاليوز اللي هو ناشونال بارك اي دي فاصله، راح اضيف اللي هو ايش الفيرجن. الفيرجن ايش تساوي؟ الفيرجن تساوي http://context.getRequestedAPIVersion. جيب اللي هو الاي بي اي فيرجن اللي تنفذت حاليا على اي فيرجن انا نفذت اللي هي الكرييت ناشونال بارك، حيرجع له اللي هو طبعا فيرجن 1. وطبعا هذه ايش بعمل دوت 2 سترينج عشان هذه الفيرجن بتاخذ سترينج فاليو. فاذا ايضا الان لما بدي اروح على الجيت ناشونال بارك راح يمرر على اي فيرجن كنت عشان يوديني على الناشونال بارك الموجوده بالفيرجن 1، او عشان يوديني على الكنترولرز او على الميثودز الموجوده بالفيرجن 1. فانا هنا جبت الفيرجن اللي نفذت عليه هذه الميثود اللي هي الكرييت ناشونال بارك اللي هو طبعا فيرجن 1، ومررتها في الراوت فاليوز. تمام، خليني الان ارجع اجرب الان بوست للناشونال باركس، وهنا خلينا نحكي تراي ات اوت، ونكتب هنا اي كلام عشان نجرب نعمل مهم اكسكيوت. نكتب الفيرجن اللي هو فيرجن 1 اكسكيوت، نفذت عندي هنا ورجعت عندي اللي هو 201 بالريسبونس بادي، عرضت لي اللي هو الناشونال بارك اللي عملها انسيرت او كرييت. الان بعد هذا الجزء خليني هنا اقفل، بدي اروح على خليني اعمل كلوز اول، وزي ما شفنا الان الفيرجن عندي شغال بس عشان اتاكد عندي فيرجن 1 وفيرجن 2 والامور الان تمام بالنسبه لهذه الميثودز. تمام، الان راح اروح على التريلز كنترولر، عندي الميثود اللي هي get trails، راح اخذ منها كوبي من عند ال http get هذه لنهايه الميثود وبيست هنا، راح اسمي هذه الميثود get trails in national park. تمام، وهذه الميثود راح تستقبل باراميتر من نوع integer اللي هو راح اسميه national park id اللي هو رقم ناشونال بارك اللي بتبع لها الطرق. يعني هنا هذه الميثود انشاتها عشان اجيب للتريلز التابعه لناشونال بارك معينه. تمام، الان في ال http خليني اخذ كوبي لهذا البارامتر، في ال http get هنا راح افتح قوس واسكره بين دبل كوتيشن وبين الكيرلي براكت، هنا عمل بيست للبارامتر احكي هنا انه نوعه انتجر. تمام، خليني الان get national get trails in national parks var هي عبارة عن list، الان حترجع لي list اللي هي get trails in national parks، وهذه الميثود كنا انشأناها في ال i trails repository وعملنا لها implement في ال trails repository. هذه الميثود تستقبل اللي هو البارامتر اللي من نوع انتجر اللي هو national park id. الان هذه راح ترجع لي ليست، راح اخزنها في الفار تريلز ليست، بعرف هنا ايضا ليست من نوع التريل دي تي او، وهنا راح اعمل مابينج بناء على الايتم الموجوده في التريلز ليست، راح اعمل هنا مابينج باستخدام المابر، حياخذ عندي الديستانس اللي هو بدي اياه يكون اوبجكت من نوع تريل دي تي او، والسورس اللي هو الاوبجكت من نوع التريلز اللي هو الاوريجينال موديل. راح تعبي عندي هذه الليست هنا اللي تريلز دي تي او، بعمل هنا ريتيرن اوكي وبمرر اللي هو للتريلز دي تي او ليست. الان خليني اشغل
الباركي اي بي اي. خلي اشغل الاي بي اي اللي عندنا. في التريلز هنا ضفنا هذه الميثود اللي هي تريلز ناشونال بارك اي دي. لاحظ عندي هنا في شغله هنا اي بي اي، اي بي اي الجيت اللي هي ميثود الجيت عندي اللي هي في تريلز، وهذه اي بي اي في تريلز، وهذه اي بي اي في تريلز، وهذا طبعا الباراميتر بيكون اوبشنال. وبالتالي انا الان في عندي مشكله في حاجه اسمها الراوتينج، لاني انا الان لو اجي اشغل الميثود هذه اللي بتستقبل ناشونال بارك اي دي اللي هي جيت تريلز ان ناشونال بارك جيت هنا وتراي ات اوت، حكيت له انه الناشونال بارك مثلا 2 اعطيني التريلز اللي فيها. طبعا انا بطبق قاعد الان في الاي بي اي في الفيرجن 1 هذه الميثود، وضغطت اكسكيوت راح يعطيني هنا the request matched multiple endpoints. في عندي هذا الريكوست بوديه على multiple endpoints، ففي عندي مشكله في الراوتينج بيكون. طيب كيف ممكن احل هذه المشكله؟ للميثود هذه اللي انشاتها الجيت تريلز ان ناشونال بارك، خليني هنا بعد الدبل كوتيشن احط هنا النيم لهذه الميثود اللي هو ايش؟ اسم الاكشن اللي هي جيت تريلز ان ناشونال بارك. خليني اقفل الاي بي اي. تمام، الان عشان احل هذه المشكله هنا قبل الكيرل براكتس هذه حقول له مثلا الراوتينج او بنسميها اللي هي اتريبيوت راوتينج. خليني اكتب كلمه هالو بعدين سلاش اللي هو حيكون في عندي هنا الناشونال بارك اي دي، حتستقبل الناشونال بارك اي دي انتجر باراميتر. فاذا الراوتينج حيكون عندنا كيف؟ خلينا نشغل الاي بي اي. حيكون الراوتينج لهذه الميثود اللي هو اي بي اي في التريلز هلو بعدين اللي هو الناشونال بارك اي بي اي. ولو اجيت شغلت الان هنا وتراي ات اوت واعطيني التريلز في الناشونال بارك اي دي اللي رقمها 2 على الاي بي اي فيرجن 1 اكسكيوت، راح يرجعني هنا بيانات للتريل اللي تابع للناشونال بارك 2. تمام، فانا هنا عملت تعديل على ايش؟ اللي هو الراوتينج. عشان احل المشكله ايش عملت انا؟ عملت اللي هو طبقت حاجه اسمها اتريبيوت راوتينج اللي بتعمل لي بتعطيني راوتينج to different path، يعني بتعمل لي راوتينج مختلف. هذه الميثود بيكون إلها، هذه الميثود إلها راوتينج بيختلف عن هذه الميثود، وبالتالي بيصير لكل ميثود راوتينج مختلف عن الأخرى. في هذه الحالة ما بيصير بينهم إيش اللي هو ماتش في الإند بوينت، ما بيصير بينهم تعارض conflict. طبعا إحنا ما بدنا نستخدم هنا هلو، ممكن نستخدم مثلا اللي هو اسم الميثود جيت تريلز ان ناشونال بارك، احطها هنا. ولو ما انا بدي اكتب اسم الميثود او انسخها ممكن اعبر عنها او اخليه يجيبها بشكل اوتوماتيك، يجيب اللي هو اسم الميثود عن بين داخل او بين سكوير براكت حكتب هنا كلمه اكشن، فهنا حيجيب اسم اللي هو الاكشن اللي هو مرتبط معها اللي هي الجيت تريلز ان ناشونال بارك. فهنا حيعوض عن هذه الاكشن البين سكوير براكت، حيعوض عنها باسم الاكشن. خليني اشغل اشوف. التريلز هنا لاحظ التريلز اي بي اي فيرجن تريلز جيت تريلز ان ناشونال بارك، بعدين هنا حمرر اللي هو الناشونال بارك اي دي. تمام، الآن جزء أخير خاص بهذا الفيديو اللي هو أنا بدي أضيف اللي هو بروبرتي خاصة ب نحكي صورة للناشونال بارك. وبالتالي راح أروح على المودلز على الناشونال بارك موديل، وراح أضيف بروبرتي جديدة اللي هي من نوع طبعا اللي بيعبر عندي عن الصورة اللي هو array of byte، فحقول byte array واسم هذه البروبرتي حيكون بيكتشر. تمام،
هذه البروبرتي ايضا راح انسخها واضيفها على ناشونال بارك دي تي او. وطبعا لازم نضيفها في حال الانسيرت والابديت. نضيف هذه البروبرتي. الان بعد ما اضفناها على هذه المودلز بالاخص اللي هو الاوريجينال موديل اللي هو الاوريجينال ناشونال بارك موديل، لازم اروح اعمل مايجريشن. فهنا احكي اد مايجريشن عشان اضيف هذه البروبرتي على جدول الناشونال باركس وتصير كولوم. اد مايجريشن هنحكي اد بيكتشر تو ان بي، انتر. Build started, build succeed. والآن update database. Build started, build succeed, done. أروح على قاعدة البيانات، أعمل refresh لجدول الـ National Parks. الـ columns ضاف عندي اللي هو الـ column picture. والله يعطيكم العافية. إن شاء الله منتابع في فيديوهات قادمة.